وربع كيلو لحم مفروم، وكمان فصين ثوم وبصلاية، ومعلقة من البهارات، معلقة من الزعتر، رشة من القرفة، ونص ربع كيلو من كبدة الفراخ، وكمان عندي نص كوباية فستق، ونص كوباية بسلة، ونص كوباية من الجزر، وكمان خيار مخلل هنقدمه معاها، وطماطم شيري وزيتون مخلل. لو ما عندناش فستق ينفع سوداني، ينفع أي نوع مكسرات، بس أنا لقيت شوية فستق كده عندنا قلنا نستعملهم أهو. بقول لو ما عندناش فستق ينفع أي نوع تاني من المكسرات. الفرخة بتاعتي مخلية، هنيجي كده من ناحية الجلد نسيبه لبره اهو، وبعدين اللحم بقى بتاعنا هنحشيه اهو، شايفين مخلية اهو، هنيجي ناحية الجلد ونقفل عليه كده ونسيبه، ونروح نيجي نعمل ايه بقى الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا عبارة عن خلطة كده لذيذة جميلة قوي. الحاجات اللي هي الجزر والبسلة و الفستق هنخليهم لوحدهم، وهناخد مع بعض هنا اللحمه المفرومه، وهناخد كمان كبده الفراخ معاها، وبعدين معلقه الزعتر الموجوده، شويه القرفه، شويه البهارات اهو، والثوم، وكمان البصل، واكيد طالما حطينا الحاجات دي لازم ندي شويه ملح وشويه فلفل. نشيل بس دول، تمام كده، وبعدين ننضف بس الاول. حلو قوي، حطينا كل الحاجات. افكركم تاني حطينا ايه، حطينا الكبده وحطينا اللحمه وحطينا البصل وحطينا الثوم والبهارات وكمان القرفه، كل الحاجات دي حطيناها. نحط بقى الملح والفلفل. حد هيسالني تنفع بلحمه بس؟ تنفع بلحمه بس، عشان برضو نبقى معاكم على اللي انتوا عايزينه. هنحط الغطا ونقفل كويس ونفرم كل الخليط ده مع بعض. زي ما بقول لكم تنفع بلحمه بس، تنفع بلحمه بس، لكن الكبده معاها اولا بتخليها كده لها طراوه شويه طريه يعني، وكمان بتديني الخليط اللي انا عايزه اهو. بس كده كفايه، خلصنا. هنرفع تاني وناخد الخليط ده، شايفين خليط سائل اهو، شيف يسري، وانا ممكن اعمل منه حاجه تانية، هعمل لكم من الخليط ده حاجه تانية ان شاء الله الاسبوع الجاي. يا استاذ رباب، الو، ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. عامل ايه؟ انا بخير طول ما انتوا بخير. انا بدور عليك في القنوات لسه شايفاك دلوقتي حالا. ليه يا فندم؟ بدور عليك في القنوات لسه شايفاك دلوقتي حالا. تسلمي تسلمي، ربنا يخليك، احنا موجودين موجودين معاكي واحنا نورتينا طبعا. امريني. حضرتك طيب وحضرتك طيبه وسنه سعيده عليك ان شاء الله. مش عايزه اي حاجه خالص يا استاذ رباب. طيب انا بشكرك واحنا سعداء بسماع صوتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. انا بحسب عايزه حاجه يعني، لانها بتعيد علينا. بس حطينا هنا على الحشوه الفستق والجزر، وكمان نشيل بقى الحاجات دي. حلو قوي، مع بعض واحده واحده هنا قلبنا مع بعض كده الخليط بتاعنا، وجبنا الفرخه هندي شويه ملح عليها وشويه من الفلفل كده عليها، وبقيت شويه الزعتر اللي احنا قلنا اساسي اهو، وناخد شرايح اللحم المدخن. يا استاذه فاطمه، ازيك يا شيف؟ صباح الخير، عامل ايه؟ انا بخير طول ما انتوا بخير. ربنا يخليك يا شيف. تسلمي، امريني. انت طيب وانت طيبه ان شاء الله وسنه سعيده عليك يا رب. ربنا يخليك. الله يكرمك. تامريني؟ عايز اسال على المكرونه البشاميل. حاضر، من عينيا، حاضر هقول لك عليها. ماشي، تحت امرك. بشكرك على اتصالك، وسلام لكل حبايبنا في اسكندريه. هناخد ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. خدنا قطع اللحم المدخن حطيناها كده، وبعدين
ناخد الحشوة اهي ونفردها. حلوة قوي، حشوة جميلة جدا هتعجبكم، هتعمل رول الفراخ حلو جدا. شيف يسري، واحنا ممكن نقدمه مع اي صوص، ممكن لو حابين ممكن نقدمه مع اي صوص، او ممكن نقدمه كده لما يبرد يبقى معانا. حلو قوي، بس هنطلع دي بره، او ممكن نقطعها عشان نحشيها جواها. الحته بتاعت العظمه اللي انا بسيبها دي دايما علشان لو محتاجينها، مش محتاجينها خلاص نقطعها كده علشان ندخل الحشوه جواها. اهو بالراحه خالص نقفل، ولسه هناخد بعد كده نقفلها بالدوباره. اهو جميل، لو في زياده هنشيلها مفيش مشكله خالص، لو في زياده هنشيلها اهي، لان انا عايز كل الحشوه تبقى جواها. الرول طويل كده؟ طويل كده، حلو قوي. طيب لو انا عايز بقى اقفلها صح لازم اجيب خيط، خيط واقفلها بيه. نقفل دي كده ونقفل دي كده ونجيب خيط علشان خاطر يطلع معانا بالشكل اللي هتشوفوه. اهو تمام كده. هنيجي هنا يا حاجة سميرة. صباح الخير وصباح الفل وصباح النور. يا صباح الفل عليكي حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة وبخير وسعادة ان شاء الله، ويا ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكي. يا رب امين، يجعلها سعيدة عليكم كلكم يا رب، ويديكم الصحة ويسعدكم ويهنيكم ويتمنى صالح يبقى عندكم باذن الله. ربنا يبارك في عمرك ويخليكي لنا، وطبعا يا رب دايما كده يمتعنا بصوتك. ربنا يخليك يا شيخ، معلش حاسه من حضرتك حاجه. تأمريني. انا ربنا يخليك عشان الاسبوع اللي فات ما عرفتش اقول الاهداء ده بصراحه. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك وما يحرمنيش منك يا رب. اتفضلي. بقدم الاهداء للعروسين، الدكتور عبد الرحمن وعروسه الدكتوره ولاء. طيب واحنا كمان بنهني دكتور عبد الرحمن وبنقول له الف مبروك، وان شاء الله كده بالرفاء والبنين، وربنا يسعدهم يا رب. بالزفاف السعيد ان شاء الله يا رب، ربنا لولادك وربنا يحفظك الفرح يا رب، والقصد كله بتاعك بخير. الله يخليكي يا رب وتسلمي لي. تسلمي لي. كل العاملين فيه وبالذات حبيبه قلبي نانسي، كلهم بيسلموا على حضرتك، كلهم بلا استثناء بيسلموا على حضرتك. بشكرك على اتصالك. طبعا اهو بنلف الخيط علشان خاطر ما يفكش معانا، والحشوة تفضل موجودة معانا جواها. تمام كده بالراحة خالص اهو. خلينا نلف الخيط كويس الأول، وخلوا المسافات ما تبقاش طويلة، يعني المسافة تبقى بين الفتلة والتانية حوالي سنتي كده. اهو اهو تمام، حلو كده. لسه هنلف تاني واحدة بالطول، يعني احنا اللي بنلفه بالعرض ده علشان نظبط كله. وزي ما قلت لكم لو في حتت زيادة من الحشوة بنشيلها عادي. اهو حلو قوي. انا بس حابب تعرفوا كل تفاصيل التفاصيل، انا يعني بحب تبقوا يعني كل حاجة دقيقة تعرفوها. خلصنا هنا، هناخد واحدة زي ما قلنا كده بالطول تاني. يا حاج جمال، الو الو يا حاج جمال، وحشنا والله، حاول تكلمنا تاني، تقريبا الخط قطع واحنا منتظرين تليفونك. بنعمل بالعرض كده خطين ثلاثة، خلصنا هنربطها، نقطع الاول ونربطها كده، وبعد كده ان شاء الله علشان خاطر انا عايز بقى وانا بسوي ما تخرجش معايا الحشوة وتفضل يعني مجلسه جواها. يا استاذ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز عن سيره البيتزا على اذنك بس. ايه يا فندم؟ سيره البيتزا. حاضر من عينيا، هقول لك على البيتزا دلوقتي، وهقول لك كمان على البشاميل اللي انطلب مننا. حاضر يا حبيبي، تحت امرك. ما نجيب الصينيه دي احسن؟ يعني نفضي دي دلوقتي وبعد كده بحط البوكي جرنيه فيها في الاخر، عشان دي اطول
وركزوا معايا. تمام، بصوا بقى، هنيجي هنا وهنولع اهو زي ما انتم شايفين كده المنظر قدامكم اهو. هنحط صينية كده طويلة تاخد العرق بتاعنا او تاخد الفرخة بتاعتنا. طبعا انا عملتها طويلة كده عشان اما تتقطع تبقى كلها دوائر معاكم، وتبقى كمان تكفي كذا دايرة يعني. حلو قوي. شوية زيت وعليها حتتين من الزبدة، وأول ما الزبدة والزيت يسيحوا هنحط الفرخة بتاعتنا، وبعدين نقلبها كل شوية من كل النواحي أهو. يعني أنا بعمل لكم بالتفاصيل علشان تشوفوا شكل الحاجة. أنا طبعا عامل شوية بكجرنيه هنحطهم عليها دلوقتي. المكرونة بشاميل هتظهر قدامكم على الشاشة، يا ريت تصوروها. خدنا من ناحية اهو المكرونة بالبشاميل. عندي لتر لبن بحط عليه شوية جزر نقول الاول اللحمة بتاعت العصاج، كيلو الا ربع لحمة مفرومة وبصلتين وكمان فصين توم، وعندي كمان معلقة زعتر وشوية بهارات، واعلب اعصج اللحم. وبعدين عندي نص كيلو من المكرونة مسلوقة. اما البشاميل فهو ده الحكايه، بجيب لتر من اللبن بحط عليه جزرايه وبصلايه وعود كرفس وشويه لورا وبشره جوز الطيب على النار تغلي، وبعدين 4 معالق من الزبده و4 معالق من الدقيق. نقلب الزبده والدقيق مع بعض، اول ما يتجانسوا مع بعض كده بضيف عليهم اللبن شويه بشويه بعد ما اصفيه، يكون هدي معايا خالص واصفيه، وقلب كويس جدا 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 لغايه ما يبقى بشاميل زي ما بقول سايل، ما يكونش كتله واحده، ما يكونش كتله واحده. يعني ايه كتله واحده؟ يعني ما يكونش عجينه كده تقيله، انا عايزه سايل لان ده صوص. خلاص البشاميل جاهز عندي، بركنه على جنب، بجيب طاجن بتاعي زي ده كده واحط شويه من البشاميل، وبعدين شويه مكرونه، وبعدين شويه بشاميل تاني، وبعدين كده احط اللحمه المعصجه كلها وبقيه المكرونه، واصب عليه بقيه البشاميل كله علشان المكرونه كلها تتشرب من البشاميل. رشه صغيره من الجبنه وتحت الشوايه ياخد اللون، وبالف هنا وشفا. البيتزا، طيب عجينه البيتزا هنقولها دلوقتي برضو قبل الفاصل، لان طبعا سهله وهنتعود كده ان شاء الله نبقى نجاوب على الاسئله مع بعض اول واحده بواحده. انا لاحظت ان انا حطيت من الناحيه اللي انا حشيت بيها، يعني الناحيه المفتوحه. ليه بقى؟ عشان تعمل تقفل من تحت، بعد كده هلفها تاخد اللون. احنا مع بعض بالتفاصيل، انا عايز نطلع مع بعض احلى حاجه هتشوفوها. تمام، بعد شويه اما احس ان هي لونت من تحت هقلبها، علشان لازم تلون من كل الجهات. تمام، وانا هنا مسخن طاسه ثانيه. ليه بقى؟ هناخد بقى شويه من البوكيجرني ده، هو الجزر بصل، وكمان عندنا كرفس عليهم نقطتين زيت كده يتبلوا معانا شويه على بال ما نشوح، وبعد ما يتبلوا معانا هنديهم بقى الميه اللي هنحطها مع الخليط بتاعنا، ونوريكم كل الحاجات دي واحده واحده، كل الحاجات دي واحده واحده. دلوقتي ابص كده بصه اهو، لونت معايا، شايفين اللون عامل ازاي؟ لو في حته حشوه برده مفيش مشكله، اللون معانا روعه اهو. بعد شويه هنقلب لغايه ما تلون معانا كلها، وبعد كده هضيف عليها البوكيه جارنيه وشويه ميه صغيرين وادخلها الفرن. يا حاج جمال، السلام عليكم يا شيف يسري. وحشنا والله، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، وسنه سعيده عليك وعلى اسره البرنامج وعلى الشعب المصري كله، اللي محقق فوز في 2021 تحققه في 22 يا رب. يا رب يخليك لنا يا حاج جمال، وسنه سعيده عليك وعلى كل المصريين يا رب. وربنا يحسن ما بين ايديك يا مصر، يا شيف يا صانع السعاده شيف يسري واحد. ربنا يبارك فيك، والله كلامك حلو قوي بيسعدني جدا يا حاج جمال. ربنا يكرمك يا شيف يسري والله، كنت وحشني والله. وربنا يكرمك. ممكن ابعت تهنئه يا فندم؟ ممكن ابعت تهنئه؟ اه يا فندم اتفضل.
ابعت تاني للاستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي اقول له كل سنه وانت طيب يا سعاده الرئيس والقوات المسلحه والداخليه وكل الشعب المصري مسلمين ومسيحيين كل سنه وانتم طيبين. واحنا كلنا برضو طبعا كل العاملين في شبكه تلفزيون الحياه بيبعتوا للسيد الرئيس كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليه ان شاء الله ويحقق لنا اكتر واكتر، يعني هو بيحقق بس اكتر واكتر معاه. وطبعا القوات المسلحه والشرطه وكل الشعب المصري، بشكرك يا حاج جمال على اتصالك ودايما كده منورنا، دايما منورنا. بصوا بقى البوكيه جارنيه هنحط عليه شويه من الميه ونركن على جنب خلاص. انا حطيت ده ليه؟ علشان يساعدني في التسويه، الميه السخنه هتساعدني في التسويه. هاجي كده نقلب الناحيه دي اهو، شايفين اللون عامل ازاي؟ ولسه هنكمل معاكم لغايه ما تلف معانا خالص، تلف معانا خالص دلوقتي، وبعدين بعد ما تلف معانا خالص من كل النواحي هضيف عليها يا دوب البوكيه جرنيه ده. هو عباره عن جزر بصل كرفس، جزر بصل كرفس، مش عايزين اي حاجه تانية غير دول. وبعد ما تلون معانا خالص هنضيفهم. البيتزا، عجينه البيتزا عباره عن كيلو دقيق، علبتين زبادي صغيرين، ثلاث معالق لبن باودر، وثلاث معالق زيت زيتون، معلقه سكر، معلقه ملح، وبعدين كل ده بحطه في العجان لغايه ما يلم معانا، وازود ميه لغايه العجينه ما تلم معانا. ودايما بقول لكم وهنصحكم مش كل مره هكررها، بعد ما نعجن ما نخمرهاش قطعه واحده، ما نخمرش العجينه قطعه واحده، لان بعد كده بهبطها واجي اساوي على طول، فبعد كده بتبقى عامله زي العيش، بتبقى شويه كده ناشفه زي المخبوزات. علشان كده احنا بنقطعها قطع ونخمرها قطع، تمام كده؟ فضل ثواني وانا حابب ان انتوا تحضروا معانا كل التفاصيل اهو. بصوا بقى اللون ده، فاضل يعني ثواني كده وتلون معانا. لونت اهي من كل الاتجاهات، هنجيبها في النص ونحط عليها البوكيه جرنيه ده من الناحيتين ونبعد عن النار ونجيب ألمنيوم اهو ونغطي وندخل الفرن بس كده. بس كده اظن مفيش اسهل من كده. هتطلع معانا شايفين اللون عامل ازاي اهو، اللون معانا اهو روعه الروعه. وحوالينا البوكيه جرنيه هناخد. بصوا بقى لو انتوا عايزين تستفادوا من الصوص الناتج عن التسويه هنستفاد منه بحيث ان احنا نعمل منه اي صوص، لكن احنا هنقطعها وممكن نعمل معاها صوص دلوقتي هتشوفوا اهي. تمام، هنرفع اهو وندخل الفرن، سيبها تستوي، مش هتاخد وقت لانها خدت وقتها بره شويه. بسم الله اهو. بصوا كده هندخل طبعا على ارضيه الفرن شويه وبعدين تغلي معانا شويه نطلعها فوق، واول ما احس ان هي استوت هرفع من عليها الغطا، وبعد ما نرفع من عليها الغطا الموجود ده او الالومنيوم تاخد لون شويه، وبعد كده نسيبها تهدى ونقطعها. ده اللي هيحصل ان شاء الله بعد ما نجي لكم في الاخر، لكن لما نرجع هنعمل نوع من انواع الشرب هتشوفوه لاول مره، مش هقول هو ايه، خلوه مفاجاه، ولكن بعد الفاصل هتلاقوا الجديد والممتع والتعليمي دايما مع الشيف يسري برنامج مطبخ الحياه دايما مع بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد ما عملنا رول اللحمه رول الفراخ المحشي باللحمه وكبده الفراخ، حاجه روعه الروعه، لازم تجربوه ان شاء الله يعجبكم. وهنخترع الصوص دلوقتي واحنا مع بعض. عندنا بقى شوربه روعه، شوربه سمك روعه، يا ريت نجربها بس هنقول مقاديرها. عندنا كيلو من السمك الفيليه، كيلو من السمك الفيليه،
وعودين كرات مفرومين واربع فصوص ثوم، بصلايه وكمان معلقتين من الزبده، وبطاطسيتين متقطعين مكعبات صغيره، وكمان عندنا ورقتين من اللورة، وعندنا كمان زي ما بنقول كده زعتر، ونص نص كيلو من بلح البحر، وثلاث طماطميات مبشورين، ولتر مرق سمك. وبعدين هنقدم معاه خبز بالمايونيز والثوم، عبارة عن ثلاث معالق أو ثلاث فصوص ثوم مفرومين، كوباية إلا ربع من المايونيز، ورشة شطة، وثمرة فلفل أحمر مفروم ناعم، وكمان عندي ربع كوباية من زيت الزيتون، معلقتين عصير ليمون، ومعلقة مستردة، والخبز الباجيت. وبألف هنا وشفا يلا بينا نشتغل واحدة واحدة. الطماطم، الطماطم دي اهي خليها على جنب، وكمان عندي هنا تمام، دول بس الحاجات دي، الطماطم والخيار والزيتون، ده هنقدمهم مع الرول بتاع الفراخ. هنعمل شوربة وبيتقدم معاه الخبز ده، جميل قوي. يلا بينا هناخد الأول الزبدة ونحط معلقة زيت عشان ما تتحرقش، وبعدين أول ما تسيح الزبدة معانا هنجيب سباتولا بس، وهناخد مع بعض البصل، مش هسوي، مش بسوي أنا كل ده، بنحطه مع بعضه عشان النكهات تبقى موجودة معانا، بس بناخد البصل ده ريحته تبقى موجودة معانا كده، يا دوب يدبل معانا. هنحط عليه البطاطس متقطعة مكعبات، شوربة غنية قوي ولذيذة قوي، وإن شاء الله تعجبكم. حطينا البطاطس، مش بسوي زي ما قلت لكم كده، نحط الكرات ومعاه الثوم والزعتر واللورة، لسه في حاجة هنحطها بعد شوية. نقلب، نقلب كويس عشان كله يختلط مع بعضه ويندمج مع بعضه. حلو قوي، زي ما انتم شايفين اهو الخليط بدأ الريحة تظهر معانا، ريحة حلوة قوي، حلوة قوي قوي يعني. هنحط هنا شوية ملح من البداية عشان ما نبقاش محتاجين ملح تاني، ونقلب كويس. وبعدين الطماطم المبشورة، شوربة يعني تعتبر وجبة لوحدها يعني كده، ايه مع الخبز اللي هنقدمه ده، او لو انتوا عايزين بقى نوع من انواع الرز اهو يعملوا معاه يبقى زي الفل. يا ابو زياد، يا صباح الفل يا شيخ حاجي بسري حبيبي، صباح الجمال، وحشني والله يا شيخ بسري، والله وحشني. الله يخليك انت اكتر، كل سنة وانت طيب، وانت بالصحة والسلامة، ودايما كده بتسعدنا بتليفونك وسماع صوتك. والله عشان وحشني، وكل سنة وانتوا طيبين، وقناة الحياة كلها خدت بالك طيبين، كلهم بيسلموا عليك وبيقول لك كل سنة وانت طيب. وانت طيب والصحة والسلامة يا شيخ بسري، حبيت اسمع صوتك بس والله حضرتك. حبيبي حبيبي حبيبي، مالكش سؤال طيب؟ انت مش جاي قلت حاجه اسواني يا عم، ما جيتش ليه؟ هنيجي ان شاء الله، والله هنيجي بس كده على راسي وفوق والله يا شيخ يسري، ان شاء الله هنجي لكم اسوان ونتقابل، وان شاء الله يعني هنعمل احلى جوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، تشرفنا يا شيخ يسري والله. والله ربنا يخليك يا حبيبي، انا بشكرك على اتصالك، ودايما كده نسمع صوتكم على خير. بشكرك، لسه ما حطيناش بقى الاساس كل ده، انا مستني اهو. هنحط الشوربه ونسيب دي تغلي، هنغطيها لغايه ما تخش في السوى، يعني مش هسوي خالص اهو، هسيبها كده 3 4 دقائق متغطيه. هنعمل ايه في ال 3 4 دقائق دول؟ هنجيب كده بوله فاضيه ونخلي شويه، كمان واحده، نخلي شويه من بلح البحر ده، مش يعني نجيبها كده ونشيل اللي جواها. ليه بقى؟ أنا عايز بس شوية كده يبقوا ديكوريشن، والباقي المخلة أهو شايفينه؟ أنا عايز بقى شوية من المخل ده، يعني نص الكمية نخليها، والنص التاني أنا طبعًا كان ممكن أخلي قبل الهوا، بس أنا حبيت نشوف كل التفاصيل تمام. أهو نص الكمية هنخليها. يا أستاذة عيشة،
اهلا. يا صباح الفل. يا صباح القسطة والجمال والحلويات اللي انت بتعملها لنا الجميلة دي. يا رب يخليك يا عيشة، ربنا يكرمك، تسلمي لي يا رب. يا رب يخليك لنا يا رب وتبدعنا بحاجتك الجميلة دي. الله يبارك في عمرك، وطبعا سلام خاص لكل حبايبنا في دمياط، ربنا يكرمك يا رب. المطاعم دمياط كلها بتتعلم منك يا اخي. الله يخليكي، طبعا شرف ليا. والله بيتعلموا منك الحاجات الجميلة دي. لا شرف ليا والله، ربنا يخليك يا عيش، الله يكرمك. ايش ربنا يخليك. انا كنت سمعتك قلت انت بتعمل البتاع الكنافة بالجمبري. اه طبعا احنا اللي عملناها. ايوه انا لقيتك كنت بتقول انا الوحيد اللي عملتها. لا انا اول واحد عملتها، بعد كده ناس كتير قوي عملتها. انا نفسي بقى اعملها، قول لي بقى اعملها ازاي. حاضر من عينيا هعملها لكم ان شاء الله قريب، وبعدين هقول لك على ازاي تعمليها. حاضر من عينيا من عينيا. حاجه تانية يا عيشه، بشكرك على اتصالك، وان شاء الله قريب قوي هنعمل لكم الكنافه بالجمبري، بس انا هقول لك تعمليها ازاي. نشيل كده، شايفين بدا الصوص بتاعي يغلي. انا عندي بلح البحر اهو، هنزله اللي انا خليته نص الكميه، والنص التاني كده زي ما هي كده اهو. وبعدين السمك اهو. طبعا ما تنسوش ان انا حاطط فرخه في الفرن بتستوي اهو. بصوا بقى، هسيب كده الشوربه دي مع بعضها تغلي لغايه ما السمك، انت عارفين السمك ما بياخدش وقت خالص في التسويه، وبلح البحر كذلك هنغطي عليها دلوقتي. واحنا غطينا عليها هنعمل مع بعض صوص كده لذيذ نقدمه مع الفراخ، وهوريكم شكل الفراخ دلوقتي بعد ما دخلت في التسويه. يعني انا حابب تشوفوا كل شيء على الطبيعه اهو. هودي دي هناك، جميل كده، سيبها تستوي براحتها، ونشيل ده كله، كل ده. وبعدين نيجي هنا نعمل الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا عباره عن ايه بقى؟ الصوص بتاعنا عباره عن شويه الزيتون والخيار المخلل والطماطم الشيري اهم، وبعدين الصوص الناتج عن التسويه على النار، تمام. بس انا هشوح الاول الطماطم الشيري شويه. انا هشوح الطماطم الشيري شويه، وبعدين نحط كل الحاجات دي على بعض. يا استاذه نجوى، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا شيف يسري. وحضرتك طيبه وبخير، ربنا يكرمك. وعلى فكره انا جوزي اسمه يسري، واول مره اكلم برنامج طاقه والله العظيم على الهواء. والله على راسي طبعا، يشرفني يشرفني طبعا. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. يعني قد ايه انا بسعد لما حد يعني يكون اول مره بيكلم برامج طبخ، فالحمد لله الحمد لله. تأمريني. كل سنه والكرو كله طيب وكل الكاست طيب. كلهم بيسلموا على حضرتك وبيقولوا كل سنه وحضرتك طيبه. تأمريني امر. السلام عليكم يا شيخ. مالكيش اي سؤال؟ طب مدام نجوى، كل سنه وانت طيبه وسعيده يا رب، سنه سعيده عليكي. هنسخن يا دوب اهو، عايز اشوح الطماطم الشيري شويه. بس على بال ما نشوح الطماطم عايز ابص على الفراخ، ونرفع من عليها الغطا الموجود ده. بسم الله كده نسحب اهو، نرفع ونرجعها تاني على اهي اهي، شايفينها دخلت في التسويه خلاص، يعني قربت. هندخلها اهو، حلو قوي. ندخلها الفرن شويه، يمكن يعني هوريها لكم ان شاء الله قبل ما نخلص البرنامج. يا رودينا، يا صباح الفل. ايوه يا شيخ، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الله يخليك يا شيف. انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي تحت امرك يا شيف. انا على طول بعمل الكيكه بتطلع معايا ملكومه من جواها، مع انها عاملها مظبوطه، معظم الاوقات بتطلع معايا ملكومه. هقول لك عليها. حاضر حاضر، تحت امرك تحت امرك. اولا زي ما قلنا لو بنعمل الكيك سبونج مثلا، بنحط البيض مع السكر، يعمل ايه بقى؟ يغلي يغلي، قصدي يضرب يضرب مع بعضه لغاية ما يبقى الكمية كانت قد كده تتضاعف تتضاعف، تبقى ثلاث أضعاف، حلو قوي. وبعدين الدقيق بننخله ونحط عليه البيكنج باودر، وناخد معلقة ونرش على الخليط بتاع البيض ده، ونقلب من فوق لتحت، تمام. وكمان
كل شوية نقلب من فوق لتحت. ليه بقى؟ علشان ما نهبطش الخليط بتاع البيض، الهواء الموجود ده ما يكتمش. فانت حضرتك بتقوم حاطة البيض كله دي مرة واحدة وتلفي، فبيقوم كل الهواء الموجود جوه البيض مع السكر يهبط. حطيها بقى هتطلع معاكي اكيد زي العجين. يلا بينا. ده بقى صوص للفراخ، صوص ده للفراخ. الشوربه بتاعتي بتغلي اهي، هنرفع من عليها الغطا وهي خلاص. طبعا انتوا عارفين السمك ما بياخدش خالص وقت في التسويه، فعلشان كده اهو وهوريكم السمك. انا خايف يتهري بس اهو، ما ولا حاجه خالص يعني. وقتنا كله ما كملش تلت ساعه ان انا عملت شويه شوربه، طالما عندي الحاجه جاهزه، طالما عندي الحاجه جاهزه. ناخد دي كده ونرجع للصوص بتاعنا. ده ناتج التسويه، لان انا عامل طبعا نسخه قبل الهواء، وعندي شويه من الكريمه وشويه من الصوص اللي هو الصويا صوص. عفوا. اول ما هيغلي ده هنحط عليه الزيتون، ونحط عليه الخيار، نحط عليه الكريمه، ونشيل من على النار. والطماطم الشيري اصلا يعني خدت اللون، مش عايزين اكتر من كده. ايه ده؟ ايه الاختراع ده؟ ده بقى اللي هيتقدم مع الفراخ، وهتشوفوه دلوقتي عامل ازاي. طبعا احنا عاملين شويه شعريه مع الفراخ، وهوريكم الحشوه عامله ازاي من جواها. بصوا كده، اللحمه المدخنه باينه، وكمان الحشو بتاعنا، واحنا عاملين اهو اتنين. بعد ما نخلص ده هوريك برضو هنعمل مع بعض العيش بتاعنا اللي ممكن اللي هيتاكل مع الشوربه اهو. طبعا احنا في خلال الفتره بتاعت الله ينور، الله ينور يا ياسر، الله ينور على الجميع. في خلال الفترة اللي فاتت دي احنا عملنا شوية حاجات ممكن تكون غربية شوية، بس في النهاية عشان خاطر نحتفل براس السنة، ونحتفل بعيد الميلاد، ونحتفل مع بعض احتفالات زي الفل اهو. بصوا كده بقى هنا. وبعدين انا عايز حضراتكم تنوعوا حاجات بسيطة، يعني الفراخ دي بسيطة جدا، مش هتاخد منكم وقت، وكمان مش هتاخد منكم تكلفة كتير. يعني ربع كيلو لحمة ممكن نستغنى عن الكبدة، شوية صويا صوص صغيرين اهو. وبعد كده الكريمة، ونغلي مع بعض غلوتين. وبعد كده هنحط عليه زي ما قلنا ده فيه شوية مية هنفضيها، شوية الخيار، وشوية الزيتون، وشوية الطماطم الشيري، ونروح نغرف هناك. تمام، مش عايزين تحطه في الصوص، ممكن نوزع كده على الوش، يعني عشان خاطر ممكن الزيتون يمرر معانا شويه اهو. هو نحط برده زيتون، عندكم زيتون عادي، زيتون متقطع كده شرايح. وبالهنا والشفا، يعني استمتعوا باحلى اكل بنقدمه لكم اليومين دول. الطماطم ممكن نحطها هنا عشان يغلوا مع بعض كده، يعني كل حاجة بنوريها لكم، كل حاجة بنعملها قدامكم زي الفل. وهرجع أبص على الفراخ دلوقتي. الشوربة بتاعتنا جاهزة، هات لي كبشة كبيرة يا أحمد من فضلك. تمام أهو. ثواني هروح بقى أعمل التوست بتاعنا. الشوربة خلاص كده جاهزة أهي، وبعدين هروح أعمل العيش بتاعنا. هنحط المايونيز، نجيب بس سباتولا اهو. تمام كده. وبعدين نحط المستردة، عصير الليمون، الثوم، والشطة. ده التوست ده اللي بيتحط، قصدي الخليط ده بيتحط على التوست بتاعنا او على العيش، ويتقدم مع السمك او شوربة السمك او كل انواع شوربة السمك. انا حبيبكم تعيشوا الحاجات دي معانا وبالتفاصيل. تمام اهو، بس كده بس كده، مش اكتر من كده. قلبناهم، هنحط بس شويه ملح صغيرين قوي عليها، بس عايزكم تدوقوا الخليط ده. يتقدم مع شوربه السمك بس زي ما انتوا عايزين بقى، يعني عايزين تاكلوه مع اي حاجه ما فيش مشكله. هنغرف دلوقتي شوربه السمك، هناخد بس الصوص الاول بتاع اللحمه اهو.
قد ايه؟ رائع. طماطم شوف عملت ازاي. تمام، وهغرف التاني دلوقتي. بس تعالوا بقى نغرف واحد شوربه، يعني نغرف طبق شوربه ونقدم جنبيه التوست بتاعنا، ونغرف كل الحاجات دي لما نرجع من الفاصل بتاعنا. هنرفع هناك، جميل كده اهو. بصوا بقى السمك، قطع السمك اهو مستويه. اه مستويه اهي، يعني احلى شوربه سمك ممكن تاكلوها، يا جمالها، روعه الروعه. اه تمام. بصوا بقى بعد ما اغرف هوريكم ايه هنعمل. بس واحده من التوست ده او من العيش ده نحطها على الوش كده بعد ما حمصناه، ويتقدم يا مع الشوربه فوق يا مع الشوربه تحت. مش هعمل حاجه تاني خلاص، هنغرف الشوربه بتاعتنا، وهنقدم لكم كمان بقيه الصوص على الفراخ، واوريكم كمان شكل الفرخه بعد ما طلعت معانا اهي. استوت يا شيف يسر، استوت خالص اهو. كل حاجه عملناها على الطبيعه، كل حاجه عملناها معاكم، عشان كده هستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنكمل، اوعوا حد يروح في اي مكان، لان التعليمي والممتع والجديد دايما هتشوفوه مع الشيف يسري بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض رول الفراخ المحشي، وكمان عملنا مع بعض شوربة سمك تحفة، لازم تجربوا الحاجات دي. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض، ان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم.